أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بكم سيدتي أنستي سادتي إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من برنامجكم لقاء خاص على كشبخيس.com. أحييكم أنا مصطفى غلمان، رفقتي زميلي محمد أمين بدوي في الإخراج التقني. سيدتي أنستي سادتي، اليوم نستضيف واحدة من ألماعي المتخصصات الخبيرات في الذكاء الاصطناعي، مغربية قحة ابنة مدينة مراكش. صدر مؤخرا لها مؤلف مهم جدا حول العلاقات الدولية وتحديات الذكاء الاصطناعي. هي أيضا أستاذة القانون العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وتترأس المعهد الدولي للبحث العلمي. يتعلق الأمر بالدكتورة فاطمة رومات. مرحبا بك فاطمة. شكرا. مرحبا. شكرا أستاذي الكريم، وشكرا لهذا المنبر الحر والجاد، وما أحوجنا لمثل هذه الفضاءات ومثل هذه المنابر، لا سيما الآن يعني العالم مقبل على تحديات وتغيرات يعني كثيرة وعديدة، وأيضا يعني التحديات داخل البلد والتي تندرج في هذا السياق، إن كان يعني السياق يعني الداخلي أو حتى يعني المستوى الجهوي الإقليمي أو الدولي. نعم. فهنيئا لكم على هذا الفضاء وشكرا على هذا الاستضافة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا فاطمة، سؤال بدهي دائما نطرحه على ضيوفنا، هو علاقتك بمدينة مراكش؟ علاقتي بمدينة مراكش شنو نقول، هي يعني هي علاقة الابن بالأب أو بالأم ديالو، يعني لأنه أنا مسقط مراكش هي مسقط الرأس، كبرت في الدروب ديالها، في الدروب القديمة ولا الدروب يعني الجديدة، تكونت يعني مع المراكشيين والمراكشيات، بداك يعني الانفتاح ديالهم على الآخر، بداك التنوع الثقافي ديال مراكش، الانفتاح على اللغات، على الأديان، على الثقافات، دونك هذا كله يعني كيشكل يعني ساهم في التكوين ديال الشخصية ديالي أنا مدينة لهذ المدينة بما أنا عليه الآن. نعم. ولولاها لما كنت على ما أنا عليه، يعني ما كنت لأكون على ما. نعم. يعني الشكل اللي أنا عليه الآن كنقصد يعني الشخصية والتكوين إلى غير ذلك. نعم. أنا مدينة المدينة أيضا يعني يعني المسار الدراسي ديالي، لأن أنا بدأت ابنة المدرسة العمومية وابنة الجامعة العمومية جامعة القضعيات، فبالتالي لولا هذوك الأشخاص كلهم اللي أنا صادفتهم في المسار الدراسي ديالي من تعليم ابتدائي مرورا بالإعدادي والثانوي وحتى الجامعي، وانا من بعد يمكن نجي نهضر على هذه المساله، فيعني هذا كلهم كانت عندهم واحد البصمه في التكوين ديالي وفي الشخصيه ديالي اللي هي الان يعني كنحاول يعني انني نستمر بعض المهارات وبعض الطاقات وبعض الكفاءات بشكل يعني ايجابي الى حد ما وجيد لصالح يعني المدينه وصالح البلد، وانا فخوره بهذا الانتماء للمدينه مراكش. نعم. يعني اعتز بها كثيرا. نعم، وهي فخوره بك ايضا. طيب ما الذي دفعك الى اختيار يعني تخصص من حجم الذكاء الاصطناعي؟ اولا لانه جديد على الساحه، ثانيا البحث فيه مضني وصعب للغايه لانه يؤسس على قواعد لابد وان الباحثين فيها سيجدون انفسهم يعني ملأ بالكثير من الأسئلة المطروحة على مستوى الحداثي، على مستوى المقاربات المتنوعة في كل المجالات، في القانون، في الاقتصاد، في البيئة، في الاجتماع، في السياسة، إلى غير ذلك. الجواب على هذا السؤال غنرجع للسؤال الأولاني. نعم. والجواب عليه لهذه الطبيعة ديال هذه المدينة اللي هي منفتحة على العالم. نعم. التنوع الثقافي اللي اكتسبناه في التربية ديالنا وفي التكوين ديالنا، وما نساوش التراث الثقافي العالمي اللي هو جامع الفنا. نعم. باللغات المتعدده وباللغات يعني الحيه الى غير ذلك وبالثقافات المتعدده وهذه الامور كلها، دفعتني لانني واحد الفتره نهتم بالعلاقات الدوليه. انا كان عندي يعني اختاري التخصص العلوم القانونيه، ولكن واحد الوقت اهتميت بالعلاقات الدوليه، اذا انا حصل على شهاده الاجازه في العلاقات الدوليه، ولكن من بعد درت تخصص القانون الدولي الاقتصادي. نعم. احيانا
ما كنكونش قدامنا الاختيار، كنكونوا مجبرين، لان كانوا جوج تخصصات اللي كانوا مفتوحين عندنا في المغرب في مراكش، كان علم السياسه والقانون الدستوري، وكان يعني تخصص ديال القانون الدولي الاقتصادي اللي كان بالفرنسيه، في حين انك تحصل على الاجازه بالعربيه. بالتالي كانت يعني ما هوش اختيار، لان كنت كنتمنى نكمل العلاقه الدوليه باللغه العربيه، اللغه اللي بديت بها تدرس الدراسه ديالي. بون توجهت للقانون الدولي الاقتصادي. القانون الدولي الاقتصادي انا كنهضر هنايا على الفتره ديال 96 97، عام من بعد ما احتضنت مراكش يعني انشاء المنظمه العالميه للتجاره، والمراكشيين كلهم يعني راسخ في الذهن ديالهم هذاك الحدث المهم. فبالتالي يعني شيء طبيعي في القانون الدولي الاقتصادي من بين يعني المواضيع المهمه، وكانت ماده اللي هي القانون الدولي التجاري، وكان يعني كنركزوا على المنظمه العالميه للتجاره وعلى الكات اللي كانت قبل منها، وكل ما ورثته المنظمه العالميه للتجاره من الكات من القواعد والاليات الى غير ذلك. فبالتالي هنا بدا الاهتمام. ملي كنقولوا القانون الدولي الاقتصادي كنقولوا القانون الدولي التجاري، وكنقولوا القانون الدولي للاستثمار. صح. في الاستثمار بدينا كنناقشوا يعني الاستثمار في مجالات متعدده. كان انا ذاك ميثاق الاستثمار في 1995 المغربي، وكانت نقاشات كثيره مفتوحه حوله، وبالتالي انا كنت كنسال، كانت تحفيزات كثيره في هذاك لاشخص للمستثمرين الكبار اللي في مناطق يعني نائيه للتشجيع، يعني ما تبقاش ذاك الاستثمارات متمركزه في لي زون بحال كازا بحال المدن الكبرى، ولكن يعني يكون استثمار حتى في مناطق اخرى. انا تماك بديت كنتسائل، وكانت عندنا يعني انا كنت محظوظه جدا هنا، كان الفكره اللي شرحت لها في البدايه كنت محظوظه جدا، لان هذاك داك يعني ديك الوحده ديال التكوين اللي كانت كتسمى ماشي الماستر، كانت دبلوم دراسات العليا المعمقه. وهنا كنشكر الاساتذه والاستاذه ديال القضاعيات، لان كانوا قدموا مشروع وقلبوا على من يدعم المشروع على المستوى الدولي، وبالفعل كانوا تلقاو الدعم ديال اللجنه الاوروبيه. وهنا في هذا الاطار ديال هذا المشروع كانوا كيجيو اساتذه من برا اللي كيدرسوا هنا، كانوا الاساتذه عندنا هنايا يعني بشكل دائم، وهم مشكورين، وانا يعني مدينه لهم يعني بكل يعني هذا يعني ان كانت يعني تعتبر نجاحات. فبالتالي الفضل الاول يعني كيرجع لهم في هذا المسار يعني ديالي في البحث العلمي وفي التكوين والتعليم. في ذاك الفتره كانوا من بين الاساتذه كانت عندنا مونيك شاميلي جوندرو، كانت كتشتغل على كتجي كدير لنا يعني محاضرات. هي متخصصه في القانون الدولي العام، ولكن كتربطو بليمانيتي، كتربطو بلا ديموكراسي، دائما عندها هذه المقاربات كانت فريده، وهي تلميذه ان صح التعبير لشارل شومون. شارل شومون عملاق، هو كاتب ومن صاغر ميثاق هيئه الامم المتحده. نعم. فبالتالي هادو عمالقه. نعم. ويعني انا هنا كنعتبر بانني كنت محظوظه. كيقول لك رب ضاره نافعه. نعم. لان انا كنت باغي العلاقه الدوليه بالعربيه. نعم. فبالتالي ذاك التوجه الفرنسيه فتح لي هذا. نعم. عطاني هذه الفرصه. نعم. اللي غتخوضني في مسار اخر. نعم. طيب استاذه لفاطمه، غادي نجيو باش ندققوا في بعض الملامح ديال وجود تخصص من هذا النوع اللي بدات يعني علاقتك به منذ زمان الجامعه، البدايه الاولى لتشكل الوعي ديال فاطمه رومات. الذكاء الاصطناعي يستعيد العافيه ديالو في الجائحه. طبعا هذا ماشي جديد، لانه قبله كانت هناك رسائل عديده من دول اللي هي صناعيه كبرى، وكانت بدات المناهج التعليميه التعلميه دخلاتها في المضمار ديال الجامعه، في البحث العلمي، ايضا في العلاقات الدوليه، وايضا في النصوص المتقاطعه اللي كانت تنستحضروها دائما في كيفيات تعبئه الاعلام، وايضا وجوده في هذا القاسم المشترك مع الذكاء الاصطناعي. علاش الذكاء الاصطناعي يعني بقى دائما بطيء محتشم في دول العالم الثالث؟ واش لانه ما عندوش جاهزية ميكانيكية تكنولوجية فكرية علمية مرتبطة بالبحث العلمي لأنه ميزانية ضعيفة، أم أنه
الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي تتفرض المناسبات ديال الأزمات في الحروب الأوبئة الفيضانات إلى غير ذلك. الذكاء الاصطناعي هو يعني قديم جديد، هو من الخمسينيات يعني هو موجود، لكن خلينا ما نهضروش على الذكاء الاصطناعي بعد الخمسينيات الستينيات السبعينيات، نتكلموا فقط على التكنولوجيا. نعم. وهذا كان موضوع ديال يمكن البحث ديالي ديال السلك الثالث انا ذاك، شي سلك الثالث دبلوم دراسات العليا المعمقه، وحتى الاطروحه كانت على بعنوان تحديات التنميه التكنولوجيه مساهمه في دراسة سياسة تكنولوجيا مغربية، إذا كانت ترجمة صحيحة لأنها كانت باللغة الفرنسية. من بعد هي بديت كنشتغل مع الكونسي دو لوروب في الأمن السيبرياني والتعاون الدولي في المجال. اشتغلنا بالخصوص على اتفاقية بودابست اللي هي يعني أول آلية دولية في مجال الأمن السيبرياني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، هي على المستوى الأوروبي ولكن فيها يعني العضوية مفتوحة لباقي البلدان. كانت تجربة غنية لأنني كنت مكلفة بأنني ندير نخدم على التشريعات داخل كل بلد وعلى التعاون الدولي. في هاد الفترة كان استثمار، يعني أنا ممكن نرجع ماشي فقط فترة 2000 ولكن حتى من 96 من وقت المنظمة العالمية للتجارة، لأن بالاتفاقات المشمولة ديال هاد المؤسسة لهاد المنظمة عندنا اتفاقية ديال الخدمات. نعم. ديال تحرير المبادلات، يعني تحرير الخدمات، ومن بينها ملي كنقول تحرير الخدمات كنمشيو للاستثمار في التكنولوجيا. نعم. داخل هو الملكية الفكرية وواحد المجموعة ديال الاتفاقيات المشمولة اللي كتندرج في هذا الإطار. فبالتالي هنا بدا الاهتمام ديال الدول والاستمرار والاستثمار ديالها في الدول المتقدمه، وكان المفروض ان حتى الدول الناميه بين مزدوجتين، لان دابا تم التخلي على التسميه. نعم. الان في يعني في المواثيق ديال وكل تقارير كتصدر على المنظمه الدوليه كيستعملوا دول الشمال العالمي ودول الجنوب العالمي، بقاش داك الدول الناميه الدول هذا على اي حال. اذا الدول الناميه كانت عندها اولويات اخرى، ثم كانت يعني داك الاملاءات ديال المؤسسات الماليه، يعني واحد المجموعه ديال البرامج والمديونيه ومشاكل كلها كتفسر لنا علاش كانت هذيك داك يعني عدم الاهتمام بالاستثمار في مجال التكنولوجيا. انا كنقول ماشي فقط لغياب الوعي، وكاين غياب الوعي على مستوى لي مانجر اللي كيتكلفوا بمجموعه من الوزارات باهميه التكنولوجيا في يعني في كل المجالات. وانا كنت كنقولها يعني حتى في الاطروحه ديالي كنت كنقول راه يستحيل نحققوا التنميه بدون الاستثمار في التكنولوجيا. وملي كنقول التكنولوجيا ليس فقط التقنيات، في العلم، في البحث العلمي، في التكوين، مختلف يعني اسلاكه. فبالتالي كان هذا التاخر لهذه الاسباب كلها. اولا عدم الوعي، ما كانوش عندنا دي ماناجر في البلدان الناميه بشكل عام، ما كاينينش لي ماناجر اللي كيترأس لك وزاره ولا حتى الممثل ديال الامه في البرلمان، ما عندوش هذا الوعي باهميه التكنولوجيا في تحقيق التنميه، ان بدونها يستحيل تحقق التنميه. غتبدا تبذل مجهود ولكن غيكون المجهود بطيء جدا. لكن انا كنطرح السؤال، واش هل كان بالفعل مسموح بين مزدوجتي لهذه الدول انها حتى الا بغات وحتى من بعد من يكون الوعي، واش بالفعل كان ممكن تستمر؟ لانه حنا كنعرفوا شكون محتكر التكنولوجيا. نعم. في العالم ولماذا. نعم. فبالتالي كانت انا كنقول خطوط حمراء للبلدان الناميه لا يمكن تجاوزها. نقاش الدائر حول التعليم سنوات، الدول الناميه كتحاول ترتقي بالتعليم في بلدانها، لكن دائما كتلقى راسها يعني كترجع لنقطه. فبالتالي كاينه هذه المساله. في واحد الفتره بدينا كنشتغلوا على الذكاء الاصطناعي، على التأثيرات ديالو. هو كان منذ زمن ولكن كان مقتصر على حقول علمية كنلقاوها في كلية العلوم. نعم. فقط يعني. نعم. العلوم الدقيقة والعلوم الحقة، ولكن فترات يعني قبل الجائحة، ماشي فقط في الجائحة، وأنا شخصيا اشتغلت عليه قبل الجائحة بسنوات، وكنت كنحضر من كان يعني كنشرح الإيجابيات ديالو من طبيعة الحال، ولكن لان واحد الوقيته لاحظت ان الناس منبهرين، لا سيما في البلدان الناميه، منبهرين بالايجابيات ديال الذكاء الاصطناعي، كان ملي بداو لي سمارتفون الجيل الثالث والجيل الرابع ديال الهواتف، تماك بدا الانبهار بالتكنولوجيا. وبديت كنقول لا، ما خصناش نبهروا، راه كاينه مخاطر. راه ملي كنهز البورطاب ديالي وكنستعملو وكان تيليشارجي اون ابليكاسيون،
راه فيها فكتعطيني واحد مجموعة الخدمات ولكن يعني كتضيق ولا كتأثر على الخصوصية ديالي. نعم. واش انا كنقرا هذاك لو كونطرا اللي كتعطيني لابليكاسيون ولا لا؟ ابدا. داك التدوينات هو الاشكال اللي كاين الان. نعم. هذاك التدوينات اللي كنديروا في الفيسبوك نورمالمون انا كنقولها دائما حتى للطلبه، تدوينه ولا جيم ولا بارطاج ولا هذاك قرار يجب ان يفكر فيه الشخص يعني بشكل جيد. وانا كنتذكر واحد الخبيره كتشتغل على السوشيال ميديا دائما كتقولها، كتقول يا ريت لو ان الافراد قبل لا يبارطاجيو هذاك يفكروا يصيفطوه للمؤسسات الامنيه قبل يبارطاجيو مع العموم، لان ليس كل ما يفكر فيه صح يقال. صحيح صحيح. ولو وياريت لو انهم ياخذوا شبكات التواصل الاجتماعي بحال يعني الواقع، ماشي اي شيء كيقدر يديروا الواحد في الشارع العمومي. نعم. كاينه حدود اللي كتنظم لنا العلاقات داخل المجتمع. فبالتالي هنا هذه الانظمه الذكيه وهذا عندها تاثير من الوقت فاش بدات شبكات التواصل الاجتماعي. البلدان المتقدمه كانوا كيناقشوها، حنا البلدان الناميه لا، انبهرت بالتكنولوجيا وبدات كتستخدمها بشكل عشوائي، وهذا اللي ادى انا قلتها ان بعض البلدان العربيه طاحت في شراك ما سمي انا ذاك الثورات بين مزدوجتين، الثورات العربيه الربيع العربي الربيع لا ادري ان كان ربيعا او خريفا، ولكن لانه لماذا اقول شراك؟ لانه لو كان تاهيل ديال الشباب بشكل جيد والتاطير بشكل جيد، ولو كان تاهيلهم لان الشباب هو اللي كيشتغل بالتكنولوجيا، نجيو للإحصائيات يعني عدد الأشخاص الذين يمتلكون هواتف ويستعملون الإنترنت ويلجون للفضاءات يعني الفضاء الرقمي، كنلقاو نسبة الشباب مرتفعة. كاين شباب غير مؤطر. نعم صحيح صحيح. كاين أشرح المواطنة ما فاهمينهاش، ما عارفينش كيفاش غينخرطوا في المسار الديمقراطي. فبالتالي بدا داك الاستخدام بشكل عشوائي أدى إلى عندهم أحلام، عندهم يعني طموح، في نفس الوقت كاين إكراهات، كاين البطالة، التعليم يعني عنده مشاكل كثيرة، المؤسسات اللي كتأطر المجتمع المدني ولا الأحزاب تراجعت نوعا ما الوراء. فبالتالي هذا الشيء كله أدى لهذاك صح الانزلاقات اللي وقع فيها، الانزلاقات اللي وقع على تورط الشراك. صحيح. لأن أيضا دخلت فيه الحروب السيبرانية، لأنه كاين توجيهات سياسية، كاين نوافذ اللي هي بقت فارغة في القيم ديال المجتمع من سهولة السيطرة على نسيج معين ديال الشباب اللي يمكن ما عندوش توجهات، ما عندوش يعني بوصلة اللي يمكن ليه تقوده لما يمكن أن يطمح إليه ويسجله على مستوى الواقع من أجل حل واحد المجموعة من الإشكالات اللي كانت تروحها في المجتمع. يعني إلا بغينا نتكلموا، إلا سمحتي أستاذة لفاطمة، إلا بغينا نتكلموا على الجائحة، التكنولوجيا والاستعمالات ديالها كان تخبط فظيع جدا من قبل ما نسميه بالدول النامية على الأقل، لأنه حتى الدول الكبرى يعني اعترفت من خلال الأبحاث اللي جرتها على أنه كانت هناك هفوات وفراغات كبيرة بالنسبة للتطبيقات اللي فرضتها الجائحة في الجامعات وفي الإدارات العمومية في المحاكم إلى غير ذلك. الدول النامية اصطدمت بالمنتوج ديال الذكاء الصناعي في واحد الطفرة اللي كان من المفروض على أنها تكون إيجابية، ولكنها خلقت أسئلة وتقاطعات اللي خلت على أنها تعيش واحد نوع من النفور أو الأزمة نقوله القيمية والتربوية والاجتماعية على مستويات عديدة، شيء اللي أضاع سنتين على الأقل أو أكثر أو أقل بالنسبة لاستعمالات ديال التكنولوجيا في المجال ديال التعليم وفي مجالات الإدارية وفي مجالات ديال المحاكم اللي هي مهمة جدا بالنسبة للاستثمار، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة أيضا للنسيج الاجتماعي المتعارف عليه على أنه تآكل بفعل أيضا التكنولوجيا واستعمالات ديالها قبل من الجائحة. هذا سؤال مهم كنشكرك عليه، لانه بالفعل الجائحه انا تنقولها انا حتى في بعض الكتابات ديالي كان نستعملها وكنعتبرها محطه مفصليه في تاريخ العلاقات الدوليه وتاريخ المجتمع الدولي، شبيهه ما نسميه في العلاقات الدوليه معاهدات ويستفاليا اللي كانت في 1648. نعم. يمكن راك تعرف هذا داك الحرب ديال 30 سنه المسيحيه بين الدول الاوروبيه، كانت هذيك المعاهدات هي اللي غدخلنا في العلاقات متعدده الاطراف. صح. مجتمع دولي ولكن كيتميز بالعلاقات المتعدده الاطراف.
الجائحة. أنا بالنسبة لي وكيتقاسموا معايا هذه الفكرة واحد المجموعة ديال الباحثين بحال هذاك الفترة ديال معاهدات ويستفالية، لأن كتنقلنا لمستوى آخر من هذه العلاقات المتعددة الأطراف اللي فيه انفتاح أكثر ما بين الفاعلين، ليس فقط الدول ولكن كل الفاعلين في المجتمع الدولي، وأيضا فيه يعني تفاعلات كثيرة لكن على المستوى الرقمي في الوقت اللي هناك إغلاق ديال الحدود. صحيح. دي يعني ميزة ديال صفة من الصفات اللي كتميز النظام العالمي الجديد واللي بدأ مع الجائحة. الاهتمام يعني بالذكاء الاصطناعي وبالاستثمار فيه ووضع البنيات التحتية الضرورية، إن كان في قطاع التعليم ولا الإدارة ولا العمل ولا في الدول المتقدمة. أنا قلت بدأت من 96، من 95-96 من الوقت ديال يعني خلق المنظمة العالمية للتجارة ودخول يعني هاد الاتفاقيات المشمولة المؤسسة لها حيز التنفيذ. أنا ذاك بدأت الدول الأوروبية كتستثمر في البنية التحتية التكنولوجية. كتمكن بما فيها التكوين ديال المعلمين ديال المتعلمين ديال الدول النامية، لا كانت عندها أولويات أخرى. طيب حنا جينا في الفترة ديال 2000 اللي ولا الإنترنت ولا داك يعني لي موتور دو ريشيرش اللي كتذكروا ياهو أوتمايل وهذا أول كافي سيبرياني كان يمكن ديال الإنترنت، مقهى ديال الإنترنت كان في مراكش في المغرب كان في مراكش كنتذكر. فبالتالي في ديك الفترة علات واحد المجموعة من الإدارة من 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 الوزارات عندنا في المغرب على داك البوابة ديال الإدارة الإلكترونية. كتدخل الوزارة كتلقى الحكومة الإلكترونية، البوابة الإلكترونية، كتدخل الجامعات كتلقى لو إل ليرنينغ، ولكن كانت مجرد نافذة في مواقع الوزارات غير مفعلة. أنا ذاك أنا كنقضي يعني الفرصة ديال التحول الرقمي. صحيح. اللي حنا كنتحدثوا عليه الآن، لأن حنا الآن ماشي في التحول الرقمي، حنا الآن في الانتقال لعصر الذكاء الاصطناعي. لأن حتى ملي كندير التعليم داك التطبيقات كلها هي اللي يعني تنتجات في الوقت ديال الجائحة، واللي نعم حدات واحد النوع ديال الارتباك. لماذا؟ رغم أن الغرب كان مهيأ والدول المتقدمة كانوا مهيئين نسبيا، لأن كانت عندهم البنية التحتية التكنولوجية، ولكن لانه هنا داك الارتباك منين جا؟ جا لان ديك التطبيقات فيها الذكاء الاصطناعي وما عندهمش الاليات القانونيه بالخصوص اللي تحدد لك حدود استعمالات وتقلص من الاضرار وترفع الايجابيات. حنا كان الارتباك اكبر لان لقينا لا بنيه تحتيه اصلا ما عندناش، وعازنا لقينا رؤوسنا امام. وهذا يعني يجب ايضا ان نذكر بانه كان طيله داك الفتره اللي ضيعنا ذكرت واحد المجموعه من الاسباب، ولكن راه ايضا كانت واحد المقاومه. كانت اون ريزيستانس عند المستعملين ديال لا سيما في قطاع التعليم وحتى في الادارات. كيقول لك لا، انا كانت واحد المجموعه ديال التكوينات كديرها مختلف الوزارات، الموظفين كانوا كيرفضوا، كيقول لك انا ما عندي مزال، انا كنخدم بالورقه ستيلو. والمقاومه كتجي في الاداره من اين؟ انا دائما كنقول وكنظن راه ذكر حتى في الكتاب، لان التكنولوجيا عدوه الفساد. لا خاصه باليتي في التكنولوجيا، كاينه مقاومه لان الناس ما كيبغوش ديك لا تراصابيليتي. نعم. ما يبقاش عاقل الميل وصفت الميل في التيل دات ولا راه احسن من المحضر الموقع. تماما. فبالتالي كانت هاد المقاومه في جميع البلدان ماشي غير في البلاد عندنا، والان راه مازال كاينه هاد المقاومه. لان الذكاء الاصطناعي واخا هو من بين الاشكالات الان مطروحه هي الثقه، لان الفيك نيوز، الفيك فيديوز، الفيك اوديو الى غير ذلك، وهاد الاستعمالات الخبيثه حنا اللي كنسميوها ديال الذكاء الاصطناعي، القرصنه وهذوك الولايه. لكن ايضا راه كيخلي واحد شويه كيساهم في بناء الثقه ما بين المواطن والحكومات الا بغينا نقولوا، وكيقرب، لان المواطن عنده وسيله باش غيدير المراقبه. نعم. ويدخل ويحلل التقارير اللي كاينه ويتبع المحاضر مثلا ديال الجلسات في البرلمان، ويشوف يعني داك حتى ملي كيكون مشكل معين كيتطرح على المستوى التشريعي وكتكون صعوبه الفهم نيه المشرع، كيقدر بسهوله يتيليشارجي داك يعني التقارير. نعم. اللي كدار على مستوى اللجان باش يقدر يفهم، لان ملي كنقولوا نيه المشرع كيفاش غنفهموها؟ خصنا نقراو بين السطور وبين السطور، خصنا نرجع لداكشي اللي كان كيتكتب في ذاك الوقت فاش كان كيتناقش المشروع. ولا فاش تقدموا شنو السياق الاقتصادي، شنو الحزب الحاكم، التوجه ديالو الايديولوجي، باش نقدر نفهم لماذا داك النص خرج بداك الشكل اللي هو عليه، ما الذي يفسر ثغرته. وبالتالي يعني هو عنده ايجابيات كثيره، ولكن ايضا عنده سلبيات.
ومخاطر، انا ما كنسميهاش غير سلبيات، كنسميها مخاطر، كتجينا من ماذا؟ كتجينا من الاستعمالات اللي كنسميوها الخبيثه. نعم. الذكاء الاصطناعي. نعم. الى هنا ناتي على نهايه هذا الجزء الاول من برنامجكم لقاء خاص على كيش بخيس. هذه تحيات مصطفى غلمان، محمد امين بدوي في الاخراج التقني. الى اللقاء.